أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر كله في السماء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قولوا عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى بما هو كائن. كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء مقدر ومكتوب عند رب العالمين. وبالتالي أنت عليك أن تعمل بالأسباب. وكم من شخص جاءه من يريد ضره فلم يستطع، أو اجتهد من يريد نفعه فلم يستطع. فما دام أن الأمر عنده سبحانه، وأن الضر والنفع بيده سبحانه، وأن القوة هناك في السماء عند ربنا جل وعلا، فلا ينبغي أن يتوجه القلب إلا إليه، ولا يرتفع الدعاء إلا إليه، ولا يتحرك القلب توكلا إلا عليه، ولا تثق النفس إلا فيه، ويكون القلب دائما معلقا هناك بالسماء، تعلم أن الناس مهما فعلوا لن يغيروا شيئا من قدر الله تعالى. وكم من شيء حرص الإنسان عليه ووسط الناس للوصول إليه، ومع ذلك لم يقدره الله تعالى فلم يستطع أن يصل إليه أبدا. أنت تتعامل مع رب عظيم بيده الخير سبحانه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ولذلك قال هنا: لو الأمة اجتمعت بملائكتها وبشرها وأنبيائها وجنها وحيواناتها ونباتاتها ووحشها وطيرها وأطبائها ومهندسيها وملوكها وعظمائها وكبارها وصغارها، لو كل الأمة اجتمعت على أن يسوقوا إليك خيرا لم يقدره الله لك، والله ما يأتي إليك منه ذرة. ولذلك لا تحزن إذا أردت شيئا وتشوقت إليه، أردت أن تشتري شيئا وبذلت وبذلت ثم صرف عنك، أو ربما أردت أن تخطب فتاة وحرصت وبذلت فصرفت عنك، أو أردت أن تصنع شيئا أو تسافر إلى شيء فصرف عنك، فربما كان خيرا لك، ربما كان خيرا لك.